Hello everyone, مرحبا بكم في قناة English in 24. قبل أن نبدأ لا تنسى أن تضغط على زر سبسكرايب لتتوصل بكل ما هو جديد، ودائما نشرح الدروس بطريقة بسيطة جدا، التبسيط في كل شيء، يعني الكل سيفهم اللغة الإنجليزية. لاحظ هذا السؤال، دائما يطرح علينا هذا السؤال والأغلبية يكون لديه مشكل في الإجابة عن هذا السؤال. أيضا وضعت لكم في صندوق الوصف رابط تيك توك لمن يريد أن يلتحق بالبث. دائما نضع البث في الساعة 9:30 مساء بتوقيت المغرب. لاحظ هذا السؤال، دائما هذا السؤال يعني سأقرأه أولا. What are you doing? What are you doing? يعني إذا سألك شخص هذا السؤال يسألك ماذا تفعل في هذه اللحظة، يعني الآن. هناك من يجيب، سأكتب السؤال هنا، يعني ماذا. لاحظ هذا سنشرحه، ووضع أيضا يعني التحدي 3 أشهر لتعلم اللغة الإنجليزية، يعني التحق بهذا التحدي إن شاء الله سترى نتائج مبهرة إن شاء الله. لاحظ What are you doing? What are you doing? التي تعني ما الذي تفعله، يعني تفعله. What are you doing? يعني ماذا تفعله يعني الآن في هذه اللحظة. مثلا اتصل بك أحد الأصدقاء قال لك Hello, hi, what are you doing? يعني ماذا تفعل الآن؟ لاحظ كيف ستكون الإجابة. هناك من يجيب بأجوبة يعني مختلفة وتجد في أغلبيتها يعني خطأ. لاحظ هناك من يقول مثلا، سأعطيك فكرة، مثلا أنا الآن مثلا أقرأ أو أشاهد التلفاز. ما هو الفعل؟ لدينا فعل watch الذي يعني أشاهد، فعل يشاهد. okay. لاحظ عندما لاحظ في الأخير سيكون الدرس بسيط جدا. What are you doing؟ يعني أنت تشاهد ماذا؟ التلفاز، TV. ماذا ستقول؟ هناك من يقول، لاحظ الإجابات التي أراها دائما يعني في البث الذي أضعه في تيك توك. هناك من يقول I'm، لاحظ هناك من يقول I'm watch، هناك من يقول I'm watch TV، هناك من يقول لاحظ I watching TV, right? هناك من يقول I watch TV, right? كل هذه الأجوبة غلط، يعني لا يمكن أن نقول I'm watch, it's not correct. لا يمكن أيضا أن نقول I watching TV. No, never ever. What about this one? You cannot say لا يمكن أن تقول I watch TV لهذا السؤال. يعني دائما عندما يكون لديك هذا السؤال What are you doing؟ يجب أن تضع هكذا. لاحظ ستجيب بهذه الطريقة I'm يعني verb to be، I'm watching يعني watching TV. لاحظ يعني أنا الذي تعني أنا أشاهد. okay. أشاهد التلفاز، right. أنا أشاهد التلفاز. يعني عندما يقول لديك هذا السؤال لاحظ What are you doing؟ يعني يجب أن تقول ذلك الشيء الذي تفعله في هذه اللحظة. لا يمكن أن تقول I'm watching. No. لا يمكن أن تقول أيضا I watching TV. لا يمكن أيضا أن تقول I watch TV. يعني يجب عليك أن تقول I'm watching TV. أوكي. لاحظ سأعطيك بعض الأمثلة حتى تفهم أكثر. أوكي. See now. سنشرح بطريقة أكثر من بسيطة الآن. لاحظ. أوكي right. What are you doing؟ مثلا أنت تقود السيارة الآن، ماذا ستقول؟ ستقول I'm، يجب أن نضع verb to be مثلا I'm، ونضع الفعل. ما هو الفعل يعني يقود؟ سأعطيكم هنا فعل يقود drive. صحيح drive يعني يقود باللغة العربية، يقود يعني يقود السيارة. لاحظ What are you doing؟ I'm drive. ماذا سنضع للفعل؟ ing. I'm driving now. مثلا الآن أنت تأكل العشاء، ماذا ستقول؟ لدينا فعل، لاحظ لدينا فعل eat يعني أكل. yes أكل. مثلا eat، ماذا ستقول؟ يعني لابد من verb to be. لا يمكن أن نقول I eat، لا يمكن أن نقول I eat it. No, never ever. okay, say. let's see. we have يجب أن تضع يعني verb to be. لاحظ verb to be يعني يجب أن تضع verb to be. ماذا نضيف له الفعل eat؟ أيضا هنا لا يمكن أن نقول I'm eat. it's not correct، ليست صحيحة. يجب أن تضيف ing. يعني القاعدة يجب أن يكون subject verb to be then you know the main verb يعني verb و
وبعدها I ing. يجب أن تقول I'm eating dinner. يعني العشاء dinner. يعني أنا أكل العشاء. سهلة جدا. يعني كلما كان لديك هذا السؤال يجب يعني what تعيد what are you doing. What are you doing؟ ماذا تفعل يعني الآن في هذه اللحظة؟ ماذا ستقول؟ مثلاً أنا في السيارة، ماذا سأقول لك؟ يعني أقود إلى المنزل. يمكن تقول I'm driving now. يعني أنا أقود الآن. مثلاً هنا يجب أن تقول مثلاً I'm eating dinner now. For example, I will give you another example. سأعطيك مثال آخر. مثلاً أنا الآن يعني في طريقي إلى مدينة مراكش. ماذا سأقول؟ لدينا فعل go. لاحظ. Go. لا يمكن نقول دائما نضع بعض الحصص أرجو في حسابي على تيك توك أضع حصص خاصة بالنطق يعني هنا لا يمكن نقول go you can say go go oh in there you can say no go يعني أذهب لاحظ لدينا فعل سنطبق عليه نفس القاعدة ماذا ستقول مثلا go يعني أنا ذاهب إلى مثلا إلى مراكش السيتي مدينة مراكش ماذا سنقول يعني لا يمكن أن نقول I go يجب أن نقول I'm ونأخذ فعل go لاحظ go لأنك أنت في وسط الحدث I'm going لاحظ I'm going يعني يجب أن تضيف للفعل يعني يجب عندما يطرح عليك هذا السؤال What are you doing يعني يجب أن يكون لديك subject تتحدث عن نفسك I then we have I'm I am يعني أنا I am Go, we have the verb go, نضيف له ing. I'm going. You can say, for example, I'm going to Marrakesh. Right. طريقة صح سهلة جدا. سهلة جدا. إذا ماذا تعني؟ أنا okay, ذاهب إلى مراكش. مدينة مراكش. Right. سأعطي مجموعة من الأمثلة حتى نفهم أكثر. مثلا سأقول مثلا أنا أطبخ. ما هو الفعل يطبخ لدينا verb cook. يعني يطبخ أو يطهو ماذا ستقول؟ يعني مثلا اتصل بك شخص مثلا أو اتصل بك شخص يعني يقد تعني أنت أو أنتم أو أنت مثلا اتصل بك مثلا شخص أو اتصل بك شخص Hi, what are you doing? Then we have the verb cook يعني يطهو ماذا ستقول؟ I'm يجب أن تضع يعني verb to be نأخذ فعل cook نضعه إلى هنا ونضيف له ing I'm cooking I'm cooking now. هذه تنطق now. ليس no. You can say now. يعني الآن. يعني أنا لاحظ. يعني ترجمتها أنا أطهو الآن. الآن في هذه اللحظة. يعني هذا السؤال. يعني في المستقبل إذا طرح عليك شخص هذا السؤال. نشرح جميع الدروس بهذه الطريقة. بسيطة جدا. التبسيط في كل شيء. وإن شاء الله. نتمنى أن نحقق ذلك الهدف الذي هو 3 أشهر إن شاء الله في المستقبل لاحظ ما هو السؤال؟ السؤال هو لأن اللغة الإنجليزية ليست صعبة بصفة نهائية سهلة جدا لكن هناك من يعقد الأمور نحن لا نعقد الأمور ستكون طريقة بسيطة لاحظ What are you doing? Hi What are you doing? ماذا تفعل? What are you doing? You can say I'm driving now يعني أنا أقود الآن not I can say driving I'm driving now For example, oh, hi, what are you doing? يعني أنا أكل الآن العشاء. ماذا سأقول? I'm eating dinner. لا يمكن نقول I'm eat أو نقول I eating. No, never. You can say I'm eating dinner. Right, perfect. إذا بالحد الأخير سنرى بعض الأسئلة سأعطيك بعض طرق سهلة لأن تحصل على سؤال يعني وكذلك طريقة الإجابة ستكون سهلة جدا. يعني I'm eating dinner. For example, أنا الآن في طريقي إلى مدينة مراكش واتصلت بي أنت أو أنت أو اتصلتم بي ماذا سأقول؟ Hi سعيد By the way, my name is سعيد اسم سعيد Hi سعيد What are you doing? ماذا تفعل؟ سأقول لك Oh, I'm going to Marrakesh I'm going to Marrakesh مثلا اتصلت بي ووجدتني في المطبخ يعني عندما تقول لاحظ عندما يكون لديك subject plus verb to be يعني verb to be سنرى يعني شرح verb to be ولدينا فعل eat ويتبعه ing يعني أنت في وسط الحدث تفعل ذلك الحدث الآن تخيل معي لاحظ اتصلت بي أو اتصلت بي مثلا قلت لي what are you doing وأنا الآن في المطبخ هو يعني اتصل hi what are you doing لا يمكن أقول لك I cook يجب أن أقول لك
I'm cooking now. يعني أنا أطبخ الآن. مثلاً اتصلت بي ووجدتني ألعب الكرة مثلاً. ولدينا verb play. Okay, wow. The verb play يعني يلعب. قلت لي Hi Saeed, how are you? I'm good. What are you doing? ماذا تفعل؟ ماذا سأقول لك؟ I'm playing football. I'm playing football. يعني أنا ألعب الكرة. Right. Okay, let's see. Now, so now يعني تصريف يعني عندما أقول أنا أنت أنتي أنتم سنرى هذا وسأريك طريقة السؤال ستكون بسيطة جدا أرجوك لا تذهب ابقى معنا سأشرحه بطريقة ستجعلك يعني تفهم اللغة الإنجليزية بطريقة أكثر من بسيطة إن شاء الله أوكي don't go لا تذهب ابقى معنا وقمنا بالتحدي إن شاء الله 3 أشهر لأن نستطيع على الأقل أن نتحدث قليلا باللغة الإنجليزية لكن تحديات خذ ما تحدي في تيك توك والحمد لله الجميع والجميع يعني الذين يتابعونا يتابعوني الاف في تيك توك الحمد لله الامور بيرفكت اميزنج اوكي سي مثلا عندما اتحدث عن نفسي ساقول مثلا يعني في هذه اللحظه مثلا انا في هذه اللحظه اعمل مثلا ما اعطيك فعل هو مثلا اوكي لدينا يجب ان اقول اي ام يعني انا اي ام working perfect I'm working يعني أنا أشتغل الآن في هذه اللحظة I'm working now يعني أتحدث عن نفسي ماذا لاحظ سأعطيك القاعدة القاعدة سهلة جدا سيكون لدينا subject يتبعه be ماذا نقصد be be يعني verb to be فعل يعني فعل يكون باللغة العربية فعل يكون ماذا نقصد be هنا لدينا am لدينا is لدينا are لا تذهب سأشرح هذا سيكون بطريقة بسيطة من اليوم لن تواجه أي صعوبة في هذا الدرس وقد تستطيع أن تستعمل هذا الدرس في المحادثات سيكون سهل جدا لاحظ لدينا subject plus be يعني verb to be ماذا نقصد ب verb to be am is are مثلا plus verb to be plus verb لكن هذا فعل سنضيف له ing إن لم تفهم هذه القاعدة ابقى معنا سأشرحها بطريقة بسيطة جدا لاحظ I'm working now. طبقت القاعدة. لدينا subject I, verb to be am here. Then we have verb, يعني work. وأضفنا لفعل ing. I'm working now. يعني أنا أشتغل الآن. You, يعني أنت أو أنت ماذا سنضيف له؟ لاحظ. You are, for example, you are. لدينا فعل play. لاحظ. سأضيف له ing. You are playing now. يعني لدينا فعل work يعني أعمل سأكتب فقط هنا كلمة يعني أعمل yes تعود لفعل work يعني I'm working يعني أنا أعمل هذا مثلا لدينا verb play الذي يعني يلعب إذا قلت you are playing يعني أنت تلعب الآن لاحظ what about she يعني هنا she ماذا نقصد ب she يعني هي هنا I am يعني أنا you تعني أنت أو قد تعني أنت أو قد تعني أنتم لاحظ شي تعني هي طريقة سأشرحها حتى في طريقة طرح السؤال ستكون أكثر من بسيطة جدا مثلا هنا نقول شي لا يمكن أن نقول شي آر سنقول شي إيز شي إيز فور إكزامبل كوكين عندما تقول لي الآن شي إيز كوكين يعني هي تطبخ متى الآن في هذه اللحظة شي إيز كوكين ناو لدينا فعل كوك الذي يعني يطهو فعل طه اوكي اوكي سوري في بعض الاحيان اضع بعض اللحظه في العربيه لكن لا باس يطهو اوكي يطهو شي از كوكين يعني هي تطهو الان في هذه اللحظه اذا قلت لي ماذا تفعل مثلا ساره ساقول لك شي از كوكين ناو يعني هي تطهو الان لاحظ اوكي وات اباوت هي يعني هي تعني هو مثلا هو يفعل شيء معين مثلا هي از For example, watching. يشاهد. لدينا فعل watch. لا يمكن أقول he is watch. Never. يجب أن تضيف للفعل ing. He is watching a movie. يعني هو يشاهد ماذا؟ يعني فعل يشاهد. يشاهد. Okay, right. يشاهد الفيلم. A movie. Then we have it. ماذا نقصد ب it؟ لاحظ it تعني هي أو هو لكن لغير العاقل. مثلا نقول It is لدينا فعل eat مثلا it قد تعود على القطة نقول It is eating يعني هي تأكل مثلا fish ماذا نقصد ب fish يعني السمك لاحظ في الأخير سأعطيك طريقة طرح السؤال ستكون بسيطة جدا
يعني نقوم ببعض التغييرات يعني في الجمل وتعطينا سلاس بكل طريقة بسيطة جدا. ماذا لدينا هنا؟ It is eating fish. يعني لدينا فعل eat يعني يأكل. أوكي؟ فقط هنا أضع لك الأفعال. يعني ستفهم من خلال السياق. يعني عندما تقول I'm working now يعني أنا أشتغل الآن. وسأقوم في الأخير سأقوم ببعض يعني أعطيك بعض الجمل حتى نفرق ماذا نستعمل هذا وماذا نستعمل الجملة التي سأكتبها إن شاء الله. يبقى معنا مثلا you are playing now يعني أنت تلعب الآن. مثلا she is cooking now يعني هي تطهو في هذه اللحظة. yes he is watching movie هو يشاهد الفيلم. for example it is eating fish هي تأكل السمك. على من تعود إيه؟ لاحظ هنا عندما نتحدث عن شيء يمكن استبداله باسم فتاة نقول مثلا سارة is cooking now يعني سارة الآن تطهو. ليس بالضبط لا يمكن نقول سارة she is cooking now no never بل سنقول سارة is cooking now أو سنقول she is cooking now. أيضا هنا يمكن أن نستبدل هذا باسم فتاة مثلا نقول أحمد for example أو الخليل أو ياسين for example. ياسين is watching a movie يعني يشاهد الفيلم. It is eating fish. You can say it. يمكن استبدالها باسم مثلا جماد أو حيوان مثلا حيوان cat. You can say my cat is eating fish now. يعني تأكل الآن. يعني it يعني يمكن أن نستبدلها بجماد أو بحيوان. Okay. Then we have we. ماذا نقصد ب we يعني نحن؟ سأعطيك بعض الطرق سهلة جدا. مثلا we are. لاحظ تعلم اللغة الإنجليزية ليس بالأمر يعني الصعب. نضع دروس تكون بسيطة جدا يعني نبسط الأمور بطريقة جيدة الحمد لله. we are for example نحن we are مثلا الآن okay we are we have the verb I will give you okay travel. لدينا فعل travel يعني أسافر. ماذا سنضيف له؟ لاحظ نضيف له ing. نحن دائما نضيف للأفعال ing ونضيف لها verb to be حتى تعني لنا أننا نفعل ذلك الحدث يعني في هذه اللحظة. مثلا هنا we are traveling now. ماذا نقصد ب verb travel يعني يسافر؟ يعني إذا اتصلت بالآن ونحن أنا وأنت وأنتم كلكم يعني اتصل بنا شخص ما قال لي hi what are you doing ماذا تفعلون؟ ماذا أقول؟ we are traveling. yes we are traveling now. So then we have here they. هنا لاحظ th لا يمكن أن ننطقها they. no هناك من ينطقها they لكن th عندما تقول في كلمة قد تعني ث أو ذ يعني مثل الثاء أو الذال المعجمة. مثلا they يعني هم. okay. ماذا نقول؟ they are هم. مثلا they are لدينا the verb work يعني يشتغل فعل يشتغل سنضيف له ماذا؟ ing. They are working now يعني فعل يعمل. لاحظ طريقة بسيطة يعني I'm working now يعني أنا أشتغل الآن. You are يعني أنت في هذه اللحظة ماذا تفعل؟ You are playing now. For example you are playing football or you are playing the guitar يعني تلعب يعني في هذه اللحظة. you know, She is cooking now يعني هي you know, هي تطبخ الآن. مثلا اتصلت بي قلت لي Where is your mom؟ أين هي أمك؟ سأقول أمك مثلا سأقول لك she is cooking أو يمكن أن أقول my mother is cooking now. perfect. what about you know he is يعني he is watching movie هو يشاهد الفيلم يعني هو الآن في هذه اللحظة يشاهد الفيلم. he is watching a movie. what about this it is eating dinner هي تأكل العشاء. مثلا my cat قطتي or you can say it is eating fish. what about we are traveling now نحن نسافر الآن. they are working now. أوكي سي. الآن إذا أردت أن تطرح سؤال يعني لأن لدينا أنواع كثيرة من الأسئلة لكن سوف نرى نوعان من الأسئلة التي هي مهمة جدا التي هي لدينا WH question then we have yes no question. ماذا أقصد بهذا؟ يعني لاحظ عندما تدخل لاحظ verb to be وشرحت هذا في يعني في البث عندما نأخذ verb to be إلى هنا سنتحول إلى سؤال. ماذا أقول؟ Am I working now يعني هل أنا أشتغل الآن؟ Am I working؟ إذا أخذت لاحظ هذه الطريقة ستكون سهلة جدا. سأأخذ verb to be إلى هنا ماذا ستتحول؟ Are you playing؟ سنرى بعد الأمثلة في الأخير ستفهم بطريقة amazing مهمة جدا وطريقة سهلة جدا.
Are you playing now? هل تلعب الآن? Are you playing? يعني ماذا سنضيف? Question mark. For example, are you playing now? هل تلعب الآن? سنرى هذه الأسئلة وفي الأخير سنرى كيفية الإجابة عنها. ستكون طريقة بسيطة جدا, يعني أكثر من بسيطة. وماذا لدينا? Is, يعني verb to be لاحق. Is she cooking now? هل هي تطبخ الآن? اتصلت بك الآن قلت لك Is your mom cooking now? هل أمك تطبخ الآن? أو سأقول لك Is she cooking now? هل تطبخ الآن? What about this? You can see you can take your verb to be here, you're from here to here, إلى هنا ستصبح سؤال. Is he watching a movie? يعني هل هو يشاهد كذا؟ قلت لك مثلا أين أخوك؟ قلت لي I don't know, لا أعرف. سأسألك Is he watching a movie? هل هو يشاهد التلفاز؟ يعني في هذه اللحظة الرائعة. For example, is it eating fish? هل هي تأكل السمك الآن? Okay, what about this? Are we? هل نحن? Are we traveling now? هل نحن مسافرون الآن? What about this? Yes, are they? هل هم? هل هم يسافرون الآن? لاحظ الآن, يعني ماذا قلنا نأخذ verb to be إلى هنا ستتحول إلى سؤال. مثلا, I'm working now. أنا أعمل الآن. إذا أخذت verb to be هنا ستقول, هل أنا أعمل الآن? Am I working now? What about this? You are, أنت تلعب, you are playing. إذا عرفت أن أسألك سأأخذ are لهم ستصبح Are you playing now? What about this? She is cooking now. يعني هي تطهو الآن. إذا أخذت verb to be إلى هنا ستصبح Is she cooking now? هل هي تطهو الآن? What about this? Is he is watching a movie. هو يشاهد التلفاز. إذا أخذنا is إلى هنا ستتحول إلى سؤال ستصبح Is he watching a movie? أوكي نعم, ابقى معنا سوف نرى طريقة الإجابة عن هذه الأسئلة وبعدها لن تجد أي صعوبة في هذا الدرس. فقط ابقى معنا سنشرح هذا الدرس بطريقة بسيطة كما شرحنا مجموعة من الدروس بهذه الطريقة, والحمد لله هذه الطريقة فعالة 100%. يعني يعرف الشخص كيف يسأل وكيف يجيب, هذا هو كل ما في الأمر. Just you have to know how to ask questions and how to answer them. You know, this is the whole point. Okay, now, سأعطيك جملة الآن وسترى يعني من خلال يعني هذه الجمل يعني نقوم باستنباط أو أخذ يعني استخراج الأسئلة وكيفية الإجابة. لاحظ, سأعطيك كلمة الآن. لاحظ, you أنت يعني you are مثلا you are for example you are eating أنت تأكل you are eating pizza. Okay, right. Or نأخذ you know, you are eating for example dinner. ماذا نقصد ب you are eating dinner? يعني أنت ليست سؤال وضعت علامة استفهام. Come on, it's not. يعني ليست سؤال, يعني أنني يجب أن أعطيك سؤال. لاحظ ماذا you are eating dinner, يعني أنت تأكل okay العشاء. لاحظ ماذا قلنا, إذا أردت أن تحولها إلى سؤال, يعني السؤال الذي هو yes no question, يعني السؤال الذي يكون جوابه بيس أو نو, سهل جدا. ماذا نقول, ما نفعل, نأخذ are إلى هنا وستتحول إلى سؤال. ماذا سيكون السؤال؟ سيكون are you, هل أنت, are you eating, هل أنت تأكل, هذه بسيطة جدا. ليس are you eating dinner, are you eating dinner, yes, هل تأكل العشاء, are you eating dinner. ماذا سيكون الجواب, يعني ماذا قلنا, you are eating dinner. أخذنا are إلى هنا تحولت إلى سؤال. هذا السؤال يجب أن تجيب بنعم أم لا, يسمى باللغة الإنجليزية yes no question. So because you know the answer, يعني الجواب يجب أن يكون ب yes or no أو لا. يعني يجب أن تقول يعني في هذا السؤال yes, أو يجب أن تقول ماذا no. إذا قلت yes ماذا ستقول yes. لاحظ هذا الجواب, يمكن تقول yes I am, هذا يسمى short form, يعني الجواب الذي يكون يعني مختصر yes I am. أو يمكن يعني يمكن تجيب بهذا الجواب يعتبر صحيح, يعني إذا قلت لك are you eating dinner, هل تأكل أنت العشاء الآن. مثلا اتصلت بك الآن قلت لك hi are you eating dinner, هل تأكل العشاء, يمكن أن تجيب بهذا تقول yes I am, نعم يعني اختصار نعم أفعل ذلك yes yes. أو يمكن أيضا يمكن أن تجيب بهذا يعني yes I'm, يعني أنا yes I'm eating, yes I'm eating dinner, يعني أنا أكل العشاء. يعني ما هو الفرق بين هذا كلهم, يعني صحيح
يمكن تجيبني هذا لأنها short form يعني تستعمل اختصار، أو يمكن أن تجيب بـ full form يعني الجواب الذي يكون طويل. تقول مثلاً yes I'm eating dinner، لا يمكن تقول yes I am yes I'm eating dinner، يعني تجيب بهذا أم هذا، يعني سهلة طريقة بسيطة جدا. Are you ماذا؟ يمكن أن تضع أي فعل هنا تضيف له ing. مثلاً are you working؟ هل تشتغل؟ يجب أن تقول yes I'm working. Say yes I am. أو يمكن تقول yes I'm working now. مثلاً سأضع هنا verb play ألعب. سأقول لك يعني عندما أطرح عليك هذا السؤال يعني أسألك في هذه فقط للتذكير لأنبهكم عندما يطرح عنك شخص هذا السؤال يسألك هذه اللحظة الآن ليس in general بصفة عامة يسألك في هذه اللحظة نعم are you playing football هل تلعب الكرة ماذا سأقول مثلاً اتصل بك شخص وسمع بجانبك التلفاز يعني صوت التلفاز ماذا سيقول لك لا يمكن أن يقول لك do you watch TV يجب أن يقول لك are you watching TV هل تشاهد يعني التلفاز ماذا سأقول yes I am أو يمكن تقول yes I am watching a movie يعني أنا أشاهد أو أشاهد التلفاز I'm watching TV no لا يمكن أن أقول no it's not no it's you know no you can say I'm not يعني لست يعني هنا اختصار يعني لا يمكن أن نقول I don't سوف نرى كيف يعني نجيب بـ I don't يعني ما هي الأسئلة التي نجيب بـ I don't يعني إذا بدأ السؤال بـ Are you eating dinner هل تأكل العشاء يعني أسألك أنت في هذه اللحظة Are you eating dinner Yes I am you can تجيب No I'm not يعني اختصار أيضا هذا يسمى اختصار يمكن أن تجيب فقط مثلا Are you working No, I'm not. لا أشغل يعني في هذه اللحظة. أو يمكن أن تجيب ب No, I'm not. I'm not يجب أن يعني أن تتمم الجملة لأن هذا يعني هذا الجواب يسمى full form. يعني الجواب الذي يكون يعني طويل. وهذا يسمى الاختصار. يعني إذا قلت لك Are you eating dinner? Yes, I am. No, I am. I can say yes, I'm eating dinner. أو نقول No, I'm not. أو يمكن أن تجيب بي No, I'm not eating dinner. لاحظ الآن سأعطيك أسئلة يعني من خلال هذا الدرس. ربما في المستقبل لم تعد هذا الدرس إذا قمت بمشاهدة هذا الدرس حتى الأخير. يعني تكون طريقة بسيطة جدا. لاحظ الآن. سأعطيك طريقة أخرى. يعني السؤال الآخر مثلا Yes. مثلا هنا سأعطيك سؤال آخر لاحظ الآن لدينا مثلا she is يعني هي yes she is for example she is sleeping now يعني هي تنام الآن she is sleeping now لاحظ she is sleeping now يعني هي تنام الآن يعني هذا الحدث يقع الآن يعني هي تنام لا يمكن نقول she sleeps or I can say she is sleeping لا يمكن نقول she is sleep okay what is it I'm sorry okay sorry yes يعني sleep we have the verb يعني نسيت لم أكتب يعني repeat for example she is sleeping now يعني هي تنام الآن oh please be quiet she is sleeping now يعني هي تنام هي الآن في وسط الحدث لاحظ إذا أردت أن تطرح سؤال ماذا ستفعل Just joking. You take easy here. يعني تأخذ easy لا هنا ستصبح سؤال ماذا ستقول Is she sleeping? Now. الآن حولناها إلى ماذا؟ إلى سؤال. ستقول She is sleeping now. ماذا سأقول Is she sleeping? هل هي تنام الآن؟ يعني ماذا قلنا؟ أخذنا easy لا هنا تحولت إلى سؤال. كيف سيكون جواب؟ ستقول لي Yes. أو ستقول لي No. إذن هنا على من سألتك؟ سألتك عن هل هي تنام؟ ممكن يعني أن نستبدل شيء باسم فتاة Is Sarah sleeping? Is your mom sleeping? Is your sister sleeping as well? Because is she sleeping now? Yes! ماذا سأقول؟ She is كما قلنا كأنك أعدت فقط إذ لهنا أصبحت يعني الجواب لاحظ Yes she is هذا يسمى الاختصار نقول Is she sleeping now? Yes, she is. مثلاً, is she cooking? هل هي تطبخ؟ ستقول Yes, she is. Is she working? هل هي تشتغل؟ ستقول Yes, she is. يعني هذا يسمى الاختصار. أو يمكن أن تقول Yes, she is sleeping.
يعني هذا يسمى الجواب ليس مختصر يعني short form. We can say this is your short form. She is. أو يمكن أن تجيب بي no she isn't or she is not. No she isn't. يعني هذا يسمى اختصار. أو يمكن تقول no she is not or she isn't. She is not or she isn't. No, it's correct. She is not sleeping. Why? I think it's clear. يعني هي لا تنام الآن. الآن سوف نرى عندما أسألك عن شخص يعني ستكون سهلة جدا. لاحظ طريقة ستكون أكثر من بسيطة. الذين حضروا معي هذا الدرس في البدء فهموا هذا الدرس عفوا بطريقة بسيطة جدا. لاحظ الآن. For example you have this. He is يعني هو. He is for example. Okay. He is going يعني هو ذاهب. He is going to work. يعني لاحظ he is going to work يعني هو ذاهب ذاهب إلى لا أعرف بالعربية هل هي صحيحة فقط أرجوكم صححوا لي هذه إذا كانت غلط ضعوه لي في كومنت لأن أحيانا أتعلم اللغة العربية من أجل أن أشرح يعني الإنجليزية ساعدوني أنتم أيضا هو ذاهب إلى العمل ماذا يعني الآن انظر وضعت دائما أضع لأن أشرح درس كواشمارك يجب أن تفضل He is going to work يعني هو ذاهب إلى العمل إذا أردت أن أقول لك مثلا هل هو ذاهب إلى العمل ماذا سأفعل؟ سأأخذ هنا إيزي هنا ستصبح سؤال Is he going to work؟ هل هو ذاهب إلى العمل؟ ماذا سأقول؟ Is he going to work؟ يعني هل هو ذاهب إلى العمل؟ He is going to work. Is he going to work? Yes. يجب أن تقول yes أو تقول no. لأن هذه الأسئلة هذا السؤال يسمى yes no question. Because the answer should be يعني يمكن أن يكون be yes or no. So is he going to work? Yes. Okay. كتبت هنا yes. Okay. Yes he is. يمكن أن تقول yes he is يعني اختصار. Yes, he is. أو ستقول Yes, he is going to work. يعني هذا جواب يكون طويل. يعني يمكن نقول Yes, he is. يعني is he going? مثلاً Is he sleeping? هل هو ينام? Is he sleeping? Yes, he is. أو سنقول Yes, he is sleeping. أو سنقول No, he is not. He is not or he isn't. It's correct. يعني is he going to work? No, he is not going to work. He is sleeping. هو ينام الآن. ليس ذاهب إلى العمل. Yes. No, he isn't. أو نقول no. Or can نقول he isn't. Or he is not going to work. Yes, it's easy. سهل جدا. يعني دائما ماذا نفعل؟ نأخذ يعني easy لهنا تصبح is he. مثلا سأعطيك مثال آخر ومثال آخر yes. مثلا نقول it is يعني هي لغير العاقل سنضيف فعل rain لدينا فعل rain سنضيف له ing يعني تمطر هي تمطر it is raining now فعلا تمطر الآن wow it is raining now يعني تمطر لاحظ من أضع المسير it is raining now يعني هي تمطر الآن إذا أردنا أن نطرح سؤال نأخذ is له هنا ستصبح is it Yes. You can say, is it raining? هل هي تمطر الآن? Is it raining now? هل هي تمطر الآن? ستقول, yes. ماذا أقول? It is. Okay. It is. أو يمكن أن تقول, no, it is. It isn't. Or it is not. The same. أو يمكن أن تجيب أيضا هنا, yes, it is raining now. يمكن أن تضيف أيضا هنا. For example, ستقول, yes, it is raining now. أو ستقول no it is not أو تقول no it is not raining now so thank you very much for watching this video لا تنسى أن تقوم مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء وأنتظركم إن شاء الله في توقيت البث في الساعة 9:30 في تيك توك goodbye thank you so much